بمقر المركز الرابع لتكوين المجند بالوطية التابع لإقليم طنطان، تم تنظيم حفل اختتام المرحلة الأولى للتكوين الأساسي المشترك للمدعوين للخدمة العسكرية من الفوج 37. وقد أنهى هؤلاء الشباب البالغ عددهم حوالي 4000 مجند والمنحدرين من مختلف مناطق المملكة أنهوا مرحلة تكوينية مهمة جدا تمحورت حول الجانب العسكري، خاصة ما يتعلق بالقانون الداخلي والحركات والوضعيات العسكرية والسلوك العسكري والأمن العسكري والانضباط وحس المسؤولية والتربية والتأهيل الذاتي. في إطار الخدمة العسكرية لتكوين الفوج 37 من المجندين، اليوم كنحتفلوا بالمركز الرابع لتكوين المجندين بالغطية طنطان باختتام المرحلة الأولى، وهي مرحلة التكوين العسكري الأساسي اللي شملت على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية اللي كتخص المجال العسكري. بالإضافة إلى ذلك تمت برمجة مجموعة من الأنشطة ميدانية، هي عبارة عن خرجة ميدانية تهدف بالأساس إلى تعزيز قدرة المجندين على التأقلم وعلى استعمال السلاح. واليوم حفل أداء القسم كيعلن اختتام المرحلة الأولى من التكوين وبداية مرحلة جديدة ثانية اللي كتخص التكوين المهني في عدة تخصصات مهنية وعسكرية اللي غادي تمكن هاد المجندين من تطوير مهارات ديالهم العملية والمهنية. وسيخوض هؤلاء المجندون المرحلة الثانية من هذا التكوين الذي يشمل التخصص، يخضعون خلالها لفترة تكوين مدتها 6 أشهر. وقد أتيح لهؤلاء المجندين اختيار تخصصات متنوعة تلبي تطلعاتهم، منها على الخصوص المعلوميات وميكانيكا السيارات والكهرباء وحراس الأمن والبستنة والطبخ. من خلال هذا التكوين هذا ان شاء الله غادي نكتسبوا مجموعه من القدرات اللي تقدر المكتسب مجموعه من المكتسبات اللي تقدر تخول لنا المجال باش ندخلوا للسوق الشغل واللي تقدر نفعنا في الحياه المهنيه ان شاء الله. الان احنا مقبلين على اننا باش نمروا المرحله الثانيه اللي هي مرحله التكوين المهني، واللي غادي نتلقنوا فيها بزاف ديال المهارات المهنيه اللي غادي تمكننا من ولوج سوق الشغل بسلاسه. وقد تميز هذا الحفل بتسليم جوائز لبعض المجندين المتفوقين، شملت جائزة الانضباط والسلوك وجائزة الاجتهاد والجد في العمل وجائزة التميز في التربية البدنية والعسكرية، كما تم تقديم استعراض عسكري ولوحات في الفنون القتالية وتمرين تكتيكي لمحاكاة عملية تحرير أسيرين من أيدي العدو، وكذا استعراض للمجندين بالأسلحة.